الحفل الكريم مشاهدين الكرام، لازلنا نتواصل وياكم من هنا من أرضية ميدان الوثبة من عاصمة الميادين في هذا المساء وفي هذا الرموز، الرموز المفتوحة ورموز الإنتاج. ها هو الشوط الثالث، والشوط الثالث مخصص للإذاعة الجهادين المحليات الأصايل من أشواط الإنتاج. رمز أيضا هنا ينتظر الفائز، هناك درع بالإضافة إلى الدرع 800,000 درهم تنتظر الفائز. مباشرة نسير مع المقدمة هتان على المقدمة للسيد محمد بن عبد الله بن معيض النيادي على مقدمة هذا الشوط، وفي المركز الثاني الواعي للسيد سيد بن محمد راعي الشيجة العامري، وفي المركز الثالث ضاري على المركز الثالث للسيد صالح بن علي بن صالح الحميري، وفي المركز الرابع ناخذ المركز الرابع، وفي المركز الرابع نشوف اللي على المركز الرابع في هذه اللحظات. المركز الرابع هنا شاهين للسيد عبيد بن حلوس بن ذيبان العامري، وفي المركز الخامس، المركز الخامس اللي على المركز الخامس المختبر للسيد طرشون بن حمد بن محمد العامري. هذه النتيجة، هذه النتيجة، ونرجع إلى مقدمة هذا الشوط وبنشوف اللي على مقدمة هذا الشوط. لازال هتان، هتان على مقدمة هذا الشوط للسيد محمد بن عبد الله بن معيض النيادي على مقدمة هذا الشوط، وهو يطمح بفوزي وناموسي هذا الشوط ودرعي هذا الشوط. والسلامات إلى أهالي مدينة العين. نشوف وناخذ المركز الثاني، الواعي على المركز الثاني للسيد سيد بن محمد راعي الشيجة العامري، وفي المركز الثالث ضاري على المركز الثالث للسيد صالح بن علي بن صالح الحميري، وكفة مليئة بالترشيحات. ننتقل ونشوف اللي على المركز الرابع، المركز الرابع نشوف اللي على المركز الرابع، شاهين على المركز الرابع للسيد عبيد بن حلوس بن نيبان العامري، وفي المركز الخامس، المركز الخامس ريعان للسيد أحمد بن مطر بن سعيد بن حاذة الاجتبي. هذه النتيجة، هذه النتيجة، ونرجع إلى هتان، هتان على المقدمة، هتان على مقدمة هذا الشوط. اندفاع ذاتي بدون أي أوامر تذكر من مالكه ومضمره ومدربه والذي يقوم بعنايته عناية تامة. ركضت الغاي وعظت الغاي حتى هذه اللحظات، يبى يستخدم طاقته النهائية هناك عند الكيلو الأخير ولا عند الألف وميتين ولا ما وين ما يختار بن معيض. ها هو هتان على مقدمة هذا الشوط للسيد محمد بن عبد الله بن معيض النيادي على مقدمة هذا الشوط، وفي المركز الثاني الواعي على المركز الثاني للسيد سيد بن محمد راعي الشيجة العامري. المركز الثالث شاهين للسيد عبيد بن حلوس بن نيبان العامري، وفي المركز الرابع مرموق للسيد محمد بن عيد بن معيوف بن وريجة العامري، وفي المركز الخامس أدهم على المركز الخامس للسيد خالد بن سعيد بن بروك الحميري. هذه النتيجة، هذه النتيجة، وهتان على المقدمة، هتان على مقدمة هذا الشوط منذ البداية وحتى هذه اللحظات، وهو مسيطر سيطرة كاملة، سيطرة طرف عالة على مقدمة هذا الشوط للسيد محمد بن عبد الله بن معيض النيادي على مقدمة هذا الشوط. المركز الثاني، المركز الثاني مرموق للسيد محمد بن عبيد بن معيوب بن وريقة العامري، وفي المركز الثالث بالحلوس غادم من المصانع الجنوبية للسيد عبيد بن حلوس بن ذيبان العامري، وفي المركز الرابع المختبر
المختبر اليوم يوم الاختبار. محمد بالعتوي بالسلمي قال لي أرشح المختبر اللي على المركز الرابع للسيد ترجوم بن حمد بن مرحومة العامري، لكن هتان على المقدمة 1200 ما تبقى عن خط النهاية، عن هتان والتتويج بالدرع، بهذا الدرع في هذا اليوم وفي هذه الجائزة، جائزة زايد التراثية، جائزة زايد التراثية، والذي يسجل اسمه هنا بحروف من ذهب في هذا المهرجان، مهرجان زايد التراثي، جائزة زايد الكبرى. يا سلام يا هتان، العصارة راقدة في البطان، وبن معيض يتلفت، لا تستعجل يا ابو عبد الله، انت الاقرب للدرع، انت الاقرب للسلامات. يا سلام على هذا الاداء، ضاري غادم لسيد صالح بن علي بن صالح الحميري، غادم مع ضاري، وبن حلوس غادم مع شاهين، وبن مرحومه غادم مع المختبر. ويا سلام، وايضا هنا بن وريجه غادم مع مرموق، لا زال هتان على المقدمه، هتان على المقدمه، الحميري غادم، بن حلوس غادم، دير بالك يا بن معيض يا النيادي، الجماعه قادمين رافعين رايه التهديد. يا سلام، اهالي بو سمره، اهالي المصانع الجنوبيه قادمين، بن معيض على المقدمه مع هتان، ضاري ضاري ضاري، اللحظات الاخيره، اللحظات الحرجه، ضاري ينتزع الدرع، ينتزع الرمز. سلام عليكم يا اهل المسعودي، يا اهل بو سمره، اسعد الله مساءكم بكل خير وبكل محبه. تهانينا للسيد صالح بن علي بن صالح الحميري على فوز ضاري بالمركز الاول. المركز الثاني هتان على المركز الثاني للسيد محمد بن عبد الله بن معيض النيادي، وفي المركز الثالث شاهين للسيد عبيد بن حلوس بن نيبان العامري. المركز الرابع مرموق للسيد محمد بن عبيد بن وريجة العامري، وفي المركز الخامس المختبر للسيد ترجوم بن حمد بن مرحومة العامري. هذه النتيجة والتوقيت الزمني، ساعة وصول ضاري عند الأمتار الأخيرة، قدر أنه ينتزع المركز الأول من تحت أقدام هتان في اللحظات الأخيرة في الوقت المناسب، ينتزع الدرع. ها هو ضاري 9 دقائق 3 ثواني جزئين من الثانية. تهانينا للسيد صالح بن علي بن صالح الحميري، سلام يا أهل المسعودي، الذي وصل في المركز الثاني. هتان أيضا ما قصر، الله يقول الحق، قدم عرض ما فيه الكفاية، 5 كيلو و800 وهو مسيطر على المقدمة في الأمتار الأخيرة، خطف منها المركز الأول ضاري 9 دقائق 3 ثواني 6 أجزاء من الثانية. تهانينا للسيد محمد بن عبد الله بن معيض النيادي، والذي وصل في المركز الثالث شاهين 9 دقائق نشوف 3 ثواني 7 أجزاء من الثانية. تهانينا للسيد عبيد بن حلوس بن ديبان العامري، تهانينا للجميع على هذا الأداء المتميز. آخر رمز في هذا المساء لسن الإذاع بصوت زميلي سالم بن علي الحبس. شكرا للزميل سالم بن حضيره ملك تبي. هكذا مشاهدين الاعزاء، متابعين الكرام، نصل بكم الى ثامن اشواط هذا المساء، ومن بعد هذا الشوط سوف يكون التكريم للثمانيه المراكز الاولى، الاشواط الثمانيه سوف يكون تكريمها بعد نهايه هذا الشوط. مباشرة على بركة الله ينطلق مشاهدين الأعزاء، متابعين الكرام، ثامن الأشواط والخاصة